يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التوسل بالأحياء من غير عبادة؟ مثال ذلك أن أقول لفلان أعطني شيئا وأتوسل إليك بفلان لأنه عزيز على قلبه. توسط يعني هذه وساطة، هذه وساطة وشفاعة، ومن يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، هذه الشفاعة شفاعة نافعة عند من عنده حوائج الناس يقضيها لهم. نعم.